قضية إن فرقة يعم عليها المصانع هتفتح وهتشتمل، المصانع وبراندات عالمية وكيانات اقتصادية عالمية هتيجي فيها، يبقى في في مصر. بشاير لده. أيوة خلاص، ما حضرتك ما شفت ساعتها اللي هو الكيان الروسي، الكيانات العالمية موجودة عندنا دلوقتي، الهيئة الاقتصادية شغالة بكفاءة عالية جدا جدا جدا، المصانع اللي موجودة في شرق بورسعيد عندنا، في شرق بورسعيد مصنع أدوية اللي بيصدر لدول الاتحاد الأوروبية من الشرق، في شرق بورسعيد عندنا مصنع في شرق بورسعيد اللي هو الأحذية أو البيوت يعني ممكن بيصدر للدول الاوروبيه. فالسين بدا يعم. طب في خبر كويس قوي، فين احنا كلنا سمعناه، ان هو مينا شرق بورسعيد ترتيبه من مال العاشر العالم العاشر من سوق العالم. يعني ده ايه؟ معناه، ده معناه بيدي صفه للمستثمر. ده انا اسم مينا شرق بورسعيد مع مصافي المواني العالميه وسبق مواني كتير قوي في اوروبا واسيا. ده بيدي اولا ثقه لما يشتري، تطلع من البنك الدولي ويقول لي مين شارع بورسعيد ومنطقه اقتصاديه في بورسعيد، يبقى ده بيقول لكل مستثمر اللي بيحط صمت مبدئيا والله شارع بورسعيد بتنور ايه. والحمد لله البنيه التحتيه جاهزه هناك، والحمد لله الاقتصاديه شغاله بمعدلات عاليه جدا، ارتفاع عالي جدا، وان شاء الله عشان كده بقول لحضرتك 2024 تبقى سنه التحول، مش في بورسعيد بس بيبنى في الصناعه في مصر. احنا رايحين المنطقة الصناعية؟ احنا دلوقتي لسه داخلين حالا المنطقه الصناعيه.